مرحبا بكم إلى زاويات أضف إلى علمك. الشعور بتفاؤل، كشفت دراسة كندية حديثة أن الشعور بالتفاؤل والسعادة يبعد شبح أمراض القلب بواقع 22%. وأوضحت الطبيبة النفسية كارينا ديفيدسون من جامعة كولومبيا بنيويورك، والتي أشرفت على هذه الدراسة التي شملت 1700 شخص جرت متابعتهم خلال 10 أعوام، أن الأفراد الأكثر سعادة لديهم وقاية ذاتية من أمراض القلب، أما الذين أظهروا مقدارا معتدلا من السعادة تراجعت فرص إصابتهم بتلك الأمراض على نقيض المتشائمين الذين تتزايد بينهم خطر الإصابة بهذه الأمراض. أثبتت دراسة قام بها بعض العلماء في السويد أن اللبن ليس غذاء يمد الجسم بالصحة والعافية فقط، بل أيضا يحمي أنسجة الجسم من الشيخوخة المبكرة ويحافظ على سلامة البشرة من التجاعيد التي تبدو واضحة في الوجه والرقبة وفي سن مبكرة أحيانا. هذه أخبارنا لهذه الحلقة، الحلقة مستمرة ونتابع فيها الجديد، فابقوا معنا.